الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام، قال باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار. وهذه مسألة مهمة بوب عليها المصنف هذا الباب، وذكر الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب تحريم ابتداء الكافر بالسلام، فالكافر لا يبتدأ بالسلام، لأن السلام دعاء بالسلامة وهو إكرام، والكافر حقه الإذلال، كما سمعنا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا هو الواجب على المسلم، أن يكون عزيزا مع الكافر، لا يكون ذليلا له، متوددا له، مظهرا له الحب والتقدير والمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فكل كافر فيه هذه الصفة اللازمة، مهما أظهر من محاسن الأخلاق أو الأداب ونحو هذا، إلا أن فيه هذه الصفة اللازمة له، أنه عدو لله. فلا يبرر للكافر بأي عمل عمله، لأنه عدو لله. هذه صفة لازمة لكل كافر بالله، أنه عدو لله، ثم بعد ذلك عدو للمؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فكل كافر فهو عدو، فلا يجوز أن يبتدأ بالسلام أبدا. المسألة الثانية: إذا سلم الكافر هل نرد عليه السلام؟ فإن كان يحرف السلام كما كانت اليهود تفعل، فإننا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وإن صرح بالسلام تصريحا لا تحريف فيه، بأن نطق السلام نطقا صحيحا، فهل يرد عليه السلام أو لا يرد عليه السلام؟ على قولين عند أهل العلم. فبعض أهل العلم قال: لا يرد عليه إلا بوعليكم، كما جاء في الحديث وجاء في النص. نقول: وعليكم، سواء سلم تسليما محرفا أو سلم تسليما صريحا، نقول كما قال النبي: قل وعليكم. والقول الثاني في المسألة هو أنهم إذا سلموا تسليما صريحا لا تحريف فيه بكلام واضح، فإنه يرد عليهم السلام، لعموم قوله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا وعليكم، جاءت في حديث اليهود أنهم كانوا يقولون: السلام عليك. فإذا انتفت العلة في تحريفهم، فإننا نرد عليهم السلام. ولكن المسألة الأولى تحريم الابتداء، الابتداء لا يبتدأ بالسلام، أما رد السلام كما ذكرنا على التفصيل الذي ذكره أهل العلم. والمسألة الثالثة: إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين والكفار، إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين والكفار، هل نسلم ولا نسلم؟ نعم نسلم، ونقصد بسلامنا المسلمين إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين والكفار نسلم ونقصد بالسلام المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم أو إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وذلك هذا الحكم عام في كل كافر. لماذا؟ لأنه إذا كان اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، الذين تحل لنا ذبائحهم ونساؤهم،
لا يجوز لنا أن نبتدئهم بالسلام، فمن باب أولى كل كافر وكل مشرك، لأن ما من مشرك ولا كافر إلا هو أشد كفرا من اليهود والنصارى، ويدخل في ذلك من ينتسب إلى الإسلام وهو مشرك بالله أو هو كافر بالله عز وجل، لأن من انتسب إلى الإسلام ولم يلتزم بلا إله إلا الله فإنه ليس مسلما وإن ردد لا إله إلا الله 1000 مرة. فهذا مسيلمة ومن معه كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل وكانوا يقولون محمد رسول الله، لكن كفروا بماذا؟ بقولهم ومسيلمة رسول الله، وكذبوا وخابوا وخسروا، فكفرهم الصحابة بالإجماع وقاتلهم قتال المرتدين، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. فكذلك الذي يقول لا إله إلا الله وهو ينتسب إلى الإسلام ولكنه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله أو يسب الدين ويستهزئ بالدين، هذا ما تنفعه لا إله إلا الله وإن كررها 1000 مرة. فهذا حكمه حكم المشركين، لا يجوز أن يبتدأ بالسلام أبدا. قد يقول قائل قد نبتلي بهم في العمل ونبتلي فيهم في بعض الأشغال، فهل نبتدئهم بالسلام؟ نقول الحكم عام، سواء كانوا معك في البيت أو في العمل أو في كل مكان، لا تبدأ الكافر بالسلام، الحكم عام، والدين ليس فيه مجاملة. نعم تتعامل بالحسنى لكن لا تتنازل عن دينك. وقال بعض العلم في مثل هذه المسألة تبدأهم بالترحيب والتهليل مثلا من غير السلام، لأن النهي جاء في السلام، يعني تقول يا مرحبا، كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت. وإن كان بعض العلم لا يرى حتى أن يبتدأوا بمثل هذا، وإن يدخل معهم بالكلام مباشرة ولا يحيون لا بتحية الإسلام ولا بالتحايا المعروفة بين الناس. ولكن الأمر أسهل بمسألة كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك، كيف أنت، هذا الأمر فيها أسهل. لكن أن يقال يبتدؤون بالسلام مجاملة فإن هذا لا يجوز، سواء كانوا في عمل أو في غير عمل، دين الله عز وجل أولى وهو المقدم، والإنسان لا يجامل في دينه. وهذا الكافر وهذا المشرك إذا رآك بهذه القوة وهذه الصلابة وهذا التمسك بهذا الدين، فإن هذا مما يدعوه إلى الدخول في هذا الإسلام، لأنه يعرف أن هذا الدين دين حق ولا مجاملة في الحق. فإذا هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. الثاني قال وإذا لقيتموهم أو إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه، هذا حكم شرعي حديث في مسلم، يعني لا توسع لها الطريق، لا توسع لها الطريق، فإن كنت معه في طريق فاجعله يضطر إلى أضيق الطرق، أما أنك تفسح لها المجال أو تقدمه في الدخول أو تقدمه في الخروج هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث وأمثال الحديث قد يكون صعبا على بعض الناس التطبيق، ولكن من قدم دين الله عز وجل، قدم قال الله قال الرسول، وجد ذلك سهلا ميسرا، لأنه يتمسك بدينه ولا يجامل في دين الله. فلذلك مثل هذه المسائل مسائل عليها انعقاد الولا والبراء، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأنت مأمور بإظهار دينك، بإظهار دينك لابد أن تظهر الدين، ومن إظهار الدين ما جاء في هذا الحديث، لا تبدأهم بالسلام وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إذا لقيتهم في طريق فاضطرهم إلى أضيق الطريق، يعني لا تفسح لهم المجال في الطريق وإنما أنت تمشي في طريقك ولا تفسح لهم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه. وقد مر علينا الكلام على هذه المسألة، وذلك لأن أهل الكتاب كانوا يقولون السلام عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فقال وعليكم، قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيها أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن هذا هو الحكم الثالث في هذه المسألة، إذا كان المجلس فيه أخلاط من الكفار أيا كانوا هؤلاء الكفار، وكان فيه أناس مسلمون، فهنا تسلم وتقصد بسلامك من تقصد أهل الإسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.